منذ عام 2019 أتاح برنامج بوكس أوف بارز البوليفي للسجناء فرصة لدفع جزء من عقوبتهم مقابل ساعات من القراءة. في بوليفيا 47% من السكان لا يقرؤون كتاباً واحداً في السنة، لكن في السجون المكتظة بالدول الواقعة في أمريكا الجنوبية أصبحت الكتب أفضل رفيق في الزنزانة. ذلك لكثير من السجناء والسجينات لأن القراءة يمكن أن تساعدهم على تقليل عقوباتهم وتخفيف انتظار الإجراءات القضائية البطيئة، ويوفر البرنامج الحكومي 40 ساعة أقل خلف القضبان لكل 400 صفحة من القراءة. ويطبق الآن على 47 سجينا حيث تم تنفيذه بأكثر من 800 مشارك.